بضطر استخدم البلاستيك هذا، لانه اول شيء الزراعه ما بتزبطش من دون البلاستيك، اول شيء بيعطي دفع للشتله، اثنين على اساس نحمي الاشتال اللي احنا بنزرعها من الاعشاب الضاره. حرق المخلفات البلاستيكية الزراعية، يعني هذا طبعا يؤدي إلى انبعاث جسيمات دقيقة، يعني تدمر أو يعني تؤدي إلى أمراض في الجهاز التنفسي، وبالإضافة إلى بعض السرطانات. نوجه هذا الكلام لوزارة الزراعة بالتحديد، انه اذا بوجود لنا حل او شيء كبديل للبلاستيك، انه ما نستخدم البلاستيك، او انه يكون لنا طريقة لنقدر نتخلص من البلاستيك، لانه صعب جدا. انا حتى مع مر السنين ما بدوب البلاستيك تحت الارض، لانه ما بتضربش، بس ما بضربش بروحش، فبضل عاملنا مشاكل في الارض. فيا ريت لو لكونا حل لهي المشكلة. يفترض يعني تنظيم يعني ورشات عمل للتوعية والإرشاد للمزارعين، يعني كيفية التعامل مع النفايات البلاستيكية الزراعية، بالإضافة لمنح تسهيلات مالية وضريبية للمبادرين من يعني القطاع الخاص، يعني تشجيعهم على إنشاء يعني منشآت أو ورشات فرز وتدوير البلاستيك بشكل عام، والبلاستيك الزراعي بشكل خاص.